وهنالك الآن بفضل الله في هذه الأيام مشاريع وقفية، الناس عادوا إلى الوقف حقيقة. الإنسان يذكر هذا الخير ويذكر هذه النهضة، هذه نهضة وهذا خير يرجع في حياة الناس. لكن علينا أن نفكر. هنا سؤالان، الأول منهما أنه قد يقسم الأب أو يشير على الأولاد أن الأموال الفلانية للذكور أو أن الأموال الفلانية للبنات، ومنهم من يقسمها مباشرة يقول بعد وفاتي افعلوا كذا وكذا. هل هذا الأمر ملزم للناس أو لا أو للورثة؟ نقول ليس ملزما، هذا الأمر ليس ملزما. بوفاته هو بوفاته مباشرة ذمته تتلاشى وتنتهي كما قلنا، والأموال كلها تنتقل للورثة بقدر حصصهم التي كتبها الله تعالى لهم. فكل واحد منهم لو كان لواحد منهم الربع فله الربع على أنه حصة شائعة لجميع الورثة، ومن كان له الثلث فهي حصة شائعة من جميع التركة، وهكذا الحال. إذن وصية الأب في قسمة التركة ليست لازمة ولا يلزمهم أن يعملوا بها، لكن إن توافقوا على أن أبانا كان يريد منا هذا ونحن نحقق له رغبته، وإن تراضوا على ذلك فلا حرج، الأمر إليهم، لكنه ليس أمرا ملزما لأحد، ليس أمرا ملزما لأحد، لأنه بعد وفاته لا يتصرف بأمواله، ما جعل له التصرف إلا في الثلث فقط كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك من الآباء من يستعجل وفاته فيقسم بين أولاده في حياته ويتنازل عن أمواله. أنا أذكر قضية وصلتنا في هذا، أن إنسانا أراد أن يقضي أن يقسم أمواله كلها، كانت له امرأتان وله أولاد من هذه وأولاد من تلك، فقال لا أريد من أولادي أن يختلفوا بعد وفاتي وسأقسم بينهم التركة في الحياة. قلنا له يا فلان ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالحق وبالمصلحة، اتركها كما قسمها الله تعالى بعد الوفاة. فقال لا، ولا بد من أن تقسموا ولا بد من أن تبينوا لي. جاء بعد شهرين أو ثلاثة وفيه أنه طرد من كلا البيتين، والأولاد من البيت الأول ومن البيت الثاني لم يسمح، قالوا هذا البيت لنا ولأمنا ونحن نسكنه وباسمنا وأنت أخرج. جاءنا ويقول يا ليتني اتبعت الشرع في هذه القضية، الآن ليس لدي شيء من الأموال. وهذا واقع، المخالفة للشرع لا تثمر إلا مثل هذا الواقع. أما السؤال الثاني فكان عن الوقف والنظر إليه. في حقيقة الأمر لا أقول سرا إن قلت إن كثيرا من آبائنا وأجدادنا كانوا أكثر انطلاقاً إلى الوقف منا نحن. حينما نفهم الوقف لا نفهم أن الوقف نخلة معينة نقفها، وأن الوقف بستان معين صغير، وأنه أجعله للمسجد فحسب، هذه أبواب أجر. لكن الوقف إنما يراد منه حبس الأصل وتسبيل المنفعة، أن المنفعة تبقى دائمة أبداً للخير. في السابق وجدنا الأوقاف غريبة عجيبة، هنالك ما يزيد على 60 نوعا من الأوقاف معنا نحن في تاريخنا هنا في عمان. هذه الأوقاف تعجب أن السابقين ما كانوا يجدون حاجة اجتماعية، سواء كانت عبادية أم كانت اجتماعية محضة، إلا وقفوا لها وقفا. أوقاف المساجد أنا لا أدلكم عليها، هي موجودة في كل مكان، بل كثير من العمانيين هنالك أوقاف ولا تزال موجودة إلى اليوم، وكانت من القرن الثامن الهجري يصل خيرها إلى الحمام الذي بمكة شرفها الله تعالى. المسألة تجاوزت البشر إلى الحمام الذي في مكة شرفها الله تعالى، بغض النظر يعني عن هذا المنطلق، لكن هذا يدل على أمر عظيم جدا، أنهم يتحسسون أي منفعة، فهو يعظم الحرم ويرى الحمام الذي فيه أنه من حياة الحرم، فلذلك أراد أن يقف له شيئا. ومن يقف للحيوان من المؤكد أنه لم ينسى المساجد ولم ينسى خلق الله تعالى وعباده. هنالك أوقاف هي أوقاف المقاشيع، سمعتم عنها يمكن، أي أنهم يقفون للعميان أوقافا معينة حتى يعطوا العصي التي يستعملونها، أن هذا الأعمى قد يكون فقيرا ولذلك أنا أجعل له وقفا لهذا. هنالك أوقاف المجاذيم ولا تزال موجودة إلى الآن، وأحسبها في هذه الأيام ترجع إلى وزارة التنمية. أوقاف المجاذيم
هي أوقاف جعلت للذين يصابون بالجذام، أجار الله الجميع من ذلك. مرض الجذام جلدي ويحمل الإنسان على أن لا يختلط بالآخرين، لذلك قد يعافه الآخرون عند الأكل، قد يعافه الآخرون في العمل فلا يسدون له عملا، قد يتعرض لإقصاء من الناس لأنهم مأمورون بالفرار من العدوى وغيرها. إذن هؤلاء من سيعطيهم؟ من سيتكفل بحاجاتهم؟ لا بد من أن نجعل لهم أوقافا. فوجدت أوقاف المجاذيم في عدة ولايات معنا. هنالك أوقاف تسمى أوقاف الختان. الأولاد في السابق كما تعلمون كانت هذه العملية عملية التطهير في سن السابعة في سن الثامنة، هكذا كانوا في السابق، والذي تجرى له هذه العملية وفق الظروف السابقة في هذا السن قد يحمله ذلك على المرض والحمى ونحوها، فيشتغل أبواه به ولا يعملان، لا يخرجان للعمل. إن لم يخرجا للعمل معناه في السابق الأعمال ما كانت رواتب شهرية، إن عمل في ذلك اليوم أخذ أجرها، لذلك قد لا يخرجان للعمل. إذن هؤلاء يستحقان أن يعطيا من الوقت، فوجدت أوقاف بساتين ونخيل لأجل هذه الحاجة. عندنا أوقاف الهاجرة، هي للذين يعملون في الصباح، إلى الآن موجود، يعني في التاسعة الناس في التاسعة يشربون الشاي ونحوه بين الصباح وبين الظهر، فوجدت هذه الأوقاف لأجل أن يتناول هؤلاء الناس شيئا من التمر واللبن في وقت الصباح. إذن نقف لهم لأنهم يعملون فهم يستحقون. هنالك أوقاف الغلس، وهي أوقاف جعلت لمن يصلون الفجر، بعد صلاة الفجر يجلس هؤلاء ويأكلون التمر. وهنالك أوقاف للمتعلمين، هنالك أوقاف مثلا معنا في الولاية للسور، هنالك أوقاف لإصلاح السور لأجل تعبئة الحاجات الدفاعية الأمنية، هنالك أوقاف للرحى. في الحارة الواحدة في السابق توجد رحى واحدة، الحجر الكبير لأجل الطحن ودق الحبوب واحدة، ولذلك هذه الواحدة قد لا يملكها كثيرون، فالناس مضطرون إليها. إذن إصلاحها صيانتها تستلزم منا أن يكون لها أوقاف، فوقف لها، وقفت لها أوقاف معينة. هنالك أوقاف بزار الشوى ولا تزال موجودة لأن الفقير قد لا يملكها، فإذا أنا أقفها لأجل أن تلبى هذه الحاجة الاجتماعية، والقصد في ذلك وجه الله، لأن الوقف شريعة إسلامية ما وجدت عند غير المسلمين. الآن النصارى أخذوها، فكبرى الجامعات العالمية الآن إنما تعتمد على الأوقاف، أخذوها من الفكرة الإسلامية من الأندلس والآن تدار الجامعات عليها. الآن معنا نحن حاجات متجددة لم تصبح معنا هذه الحاجات التي كانت عند السابقين، هنالك حاجات أخرى كثيرة. الآن المرضى، مرضى أجاركم الله السرطان وغيره، يقولون إن الحكومات في المجتمعات المتصلة بالله التي تعمل على رصيد أخروي هي أكثر راحة واطمئنانا من الحكومات التي تحكم أناسا لا يؤمنون بالآخرة ولا يعملون للرصيد الأخروي، لأن المؤمن حينما ينفق قد لا يطلب عوضا دنيويا وإنما عوضه في الآخرة. لذلك هؤلاء عندي في الأمراض مثلا، الأمراض السرطان وغيرها جار الله الجميع، هذه الأمراض كما تعلمون تكلف مبالغة كبيرة جدا قد لا تستطيعها الحكومات وغيرها، فيأتي المجتمع المؤمن الذي يعمل لرصيد الآخرة ويقف. الآن معنا الأجهزة، أجهزة المستشفيات الكبيرة هذه نحتاج إليها، هنالك عندنا جامعات، كم هم الأشخاص الذين يثقلون كواهل آبائهم بالديون بسبب أنهم لا يستطيعون الدراسة فيضطروا إلى الاقتراض، لماذا لا تكون هنالك أوقاف لأجل هؤلاء الطلاب؟ هنالك أيضا مع المرضى ومع هؤلاء الطلاب، عندي المجالس العامة الآن ذهبت عنا من مجتمعاتنا، وللأسف الناس الآن اشتغلوا بوسائل التواصل الوهمية وتفرقوا في الجانب الحسي الحقيقي، وهذا واقع. نحن نريد من الناس أن يجتمعوا، لماذا لا تكون هنالك أوقاف لأجل هذه الأغراض؟ عندنا كتاب الله تعالى هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع،
شاء من شاء وأبى من أبى، لا فلاح إلا به. لماذا لا تكون هنالك أوقاف لتشجيع الناس لحفظ كتاب الله تعالى وإتقانه؟ هذا لا تؤمن. لذلك نعتمد في أحيان كثيرة، نعتمد على أن ينفق علينا غيرنا على أن نطالب. هذه الأوقاف لا تستطيعها أنت وحدك، عندنا ولله الحمد. لماذا لا يتشارك الجميع بأموال؟ أنا لا أعد هؤلاء الحاضرين وغيرهم إلا مبادرين، هم يريدون أن يبادر أحدهم لأجل أن يجمعهم. أذكر قبل عدة سنوات أنه كان هنالك جامع وليس لهذا الجامع وقف، الناس كلهم مضطرون إلى الجامع وإلى منافعه، إلا أنهم حينما يعني يصبح بعض المصابيح تالفا الناس يشحتون في المساجد يطلبون من يصلح المسجد. هل هذا الذي يليق بالمساجد؟ المساجد أعظم من ذلك، لا بد من أن تكون المساجد قوية، لا بد من أن تكون المساجد غنية، لأن في المساجد تزكية النفوس. وإن كان الناس ينفرون من المساجد فستكون الدور التي لا نحبها لأولادنا ستكون أحظى بأولادنا من المساجد ومن بيوت الله. لا بد من أن تكون بيوت الله تعالى أجذب للناس من غيرها من الدور التي لا ترعاهم في مصالحهم في الحياة الدنيا والآخرة. لذلك لا بد من أن يكون المسجد غنيا ببرامجه بتجهيزاته المادية بغير ذلك. إذن نقف له، ولا يراد من الإنسان أن يدفع كل ماله. لو أن الإنسان أخرج 5 ريالات في كثير من الأحيان الإنسان يدفع 10 ريالات في مشروب يشربه في دقيقة أو دقيقتين، وقد يذهب في رحلة مع أولاده ليومين أو 3 ويدفع الأموال المضاعفة. لما لا يكون في شهر من الأشهر هذه الأموال تجعلها في مثل هذه الأعمال الخيرة؟ نتكاتف جميعنا، لو أن كل واحد يدفع 10 ريالات 5 ريالات 5 ريالات كل بما ييسر الله تعالى له، وتجمع على أيدي الثقات المأمونين، بإذن الله تعالى سترجع إلينا ثقافة الوقف إن شاء الله تعالى. وهنالك الآن بفضل الله في هذه الأيام مشاريع وقفية، الناس عادوا إلى الوقف حقيقة. الإنسان يذكر هذا الخير ويذكر هذه النهضة، هذه نهضة وهذا خير يرجع في حياة الناس. لكن علينا أن نفكر، علينا أن نشعر بالمسؤولية التي معنا. على الواحد منا أن يدرك أن حياته ليست هي هذه التي يتمتع بها جسديا في سنوات معدودة. حياتك أيها الإنسان إنما هي في آثارك وبصماتك التي تجعلها في دنيا الناس الآن وتذكر بها بعد ذلك، سواء كانت في علم أم في أوقاف أم في غير ذلك، كله خير للناس بإذن الله تعالى. أوقاف بيت الرباط، ألا يستفيد الناس منها إلى اليوم؟ كلهم يستفيدون منها إلى اليوم، وصاحبها رميم في التراب والأجر يتواصل عليه. هذا هو الإنفاق الخيري، وهذه الوصايا التي نريدها. فعلينا جميعا أن نلتف مع بعضنا، أن نجعل الأيادي مع بعضها، وبذلك بإذن الله سنحقق بإذن الله سبحانه وتعالى نهضة لمجتمعنا مدنية. وأن نعتمد على أنفسنا أول الأمر، ثم بعد ذلك يمكننا أن نطالب غيرنا والله أعلم. السائل هنا يسأل عن مسألتين، أولاهما هل يصح للإنسان أن يعطي زوجته شيئا من الأموال بأن يكتب لها أرضا أو ماء وأن يعطيها مالا أو نحو ذلك في حياته؟ إعطاء الزوجة في الحياة شيئا من المال لا حرج فيه شرعا، بل إن الإنسان مأمور بإيناس زوجته وإرضائها إن لم يكن في ذلك مضارة لغيرها. إن كان إعطاء الزوجة لأجلها، لأجل إيناسها، إدخال السرور إليها، فالإنسان مأمور بأن ينفق، هي من أقرب الناس إليه، فهي زوجته، فمأمور بأن يعطيها وأن يحسن وفادتها وأن يحسن مودتها. هذا كله مأمور، وعسى الله تعالى مع النية الصالحة أن يأجره على فعله هذا. لكن لا بد من أن تكون هذه العطية للزوجة أن لا يقصد بها الإضرار بغيرها، بمعنى أنه إن كان يقصد بهذا الإعطاء أن يحرم غيرها من الميراث فهنالك لا يجوز، غير مضار كما يعبر القرآن الكريم، أي أن الوصية والدين حينما يكون على الإنسان يجب أن لا يكون هذا الإيصاء على سبيل الإضرار بالآخرين.
لذلك قلت الرجل الذي أعتق ستة من الأعبد ما أمضى له النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2/3 فقط، ومن هنا فإن كان يعطيها ليحرم الآخرين فذلك لا يجوز. أما إن كان يعطيها يجل البر بها دون أن يحرم الآخرين، بل ترك للآخرين حظهم موفورا، هذا لا حرج فيه بإذن الله تعالى، بل سيؤجر عليه إن شاء الله تعالى. إلا إن كانت هنالك زوجة أخرى معها، فهنا لا يجوز له أن يميل إلى إحداهما دون الأخرى، بل يلزمه أن يسوي بينهما. إن كان الإعطاء مطلقا من كل ضرر خارجي فإنه لا حرج فيه، بل هو قرب من القربات. أما إن كان فيه إضرار بزوجة أخرى أو بورثة بعد ذلك فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. أما السؤال الثاني، إن كان الإبن غير مرضي السيرة، بأن كان مخالفا أمر الله وبعيدا عن العمل وبعيدا عن والديه، وكان لا يبر والديه ولا ينظر إلى إخوانه بل يقاطعهم ويهجرهم، هل هذه الأعمال كلها تسقط حقه في التركة؟ لا تسقط حقه في التركة، بل حقه موفور ويعطى إياه، ومعصيته هذه لا تسوغ أن يحرم من حقه من الميراث، وإنما هي معصية بينه وبين ربه يأثم بسببها وتترتب عليها الأحكام الأخرى. أما أحكام المال فالشريعة تنظر إلى المال وإلى مالكه، وإن كان المالك كافرا لا يجوز أن تؤخذ أمواله. بمعنى لو كان هنالك إنسان معاهد مثلا ولم يكن مسلما فلا يجوز أن نأخذ أمواله مهما كان الحال، هؤلاء تحفظ لهم أموالهم، وإن لم يكونوا حربيين ولا يوجد حربيون الآن كلهم مؤتمنون، فكيف به إن كان مسلما؟ هنا في هذه الحالة نقول إنه من باب الأولى أن هذا الإنسان لا يجوز أن يحرم أمواله، وإنما يدعى وينصح لعل الله تعالى يكتب له الهداية، والله تعالى أعلم. هنا يسأل عن الوصية بالأعضاء بعد وفاته، أنه يتبرع بأعضائه بعد وفاته لغيره من الناس، هل يصح له ذاك؟ الوصية بالوقف هنا لا أتصورها تصح، لأن الوقف لا يكون إلا للأشياء الثابتة، أنت توصي بعقار لأنه ثابت ومنافعه تتجدد، أما أعضاء الجسد فليست ثابتة، أعضاء الجسد بعد مدة زمنية معينة تتلف، فلذلك لا يمكن أن توقف أعضاء الجسد. لكن هل يصح للإنسان أن يوصي بها أم لا يصح للإنسان أن يوصي بها بعد وفاته؟ هذه القضية اختلف فيها أهل العلم الآن، الأكثرون منهم قالوا لا يجوز، لأن الإنسان إنما يوصي بما يملك، أما أعضاؤه فليس يملكها. الشرع منع الإنسان من أن يجرح نفسه، منع الإنسان من أن يقتل نفسه بسم أو بسكين أو أن يتردى من شاهق، لأنه لا يجوز، فالجسد ليس ملكا لنا نحن حتى نتصرف فيه كما نشاء. ومن هنا كانت عقوبة المنتحر وغيره، كانت الخلود في نار جهنم، من تحسى سما زعافا فسمه في يده يتحساه خالدا مخلدا في نار جهنم، كما في الحديث عند البخاري. والحديث أيضا يقول أنه من طعن نفسه بسكين فسكينه في يده، أو من طعن نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها خالدا مخلدا في نار جهنم. وهكذا الصحابي الذي اشتدت عليه الجراحة قبل المعركة فمر على جسده بسكين فقتل نفسه لأنه لم يحتمل الجراح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، حتى خشي الصحابة لأنه أبلى بلاء حسنا. هذه الأدلة كلها تفيد أن الإنسان لا يتصرف في جسده. والوصية قالوا هي تمليك لما بعد الموت، وهذا التمليك إنما يكون من مالك، وهذا ليس بمالك، هذا الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين. هنالك رأي آخر لبعض العلماء قالوا فيه إنه يمكن للإنسان أن يأذن بأن تؤخذ بعض أعضائه الصالحة بعد وفاته ليستفيد منها الآخرون إن كانت هنالك نسبة استفادة عالية، فرخص هؤلاء وقالوا إنه متوفى وهذا جسد، أجزنا هذا التصرف في الحياة فنجيزه بعد الوفاة من باب أولى، وذلك أنه في الحياة
يصح للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه إلى الآخرين إن كان لا يرجع عليه بضرر، هذا عن طريق التبرع. أما إن كان بالشراء والبيع فالشرع والقانون كلاهما يحرمان هذا حتى لا يكون سبيلا للاتجار بالبشر. ولكن إن كان بعد الوفاة فقالوا إنه يصح بشروط أن لا يأخذ عليه عوضا، لأنه ليس مالكا فكيف يأخذ عليه عوضا؟ أن يبيع جثته بعد الوفاة هذا لا يجيزه شرع ولا قانون، بل القوانين كلها عند المسلمين وعند غير المسلمين تعد هذا جريمة من جرائم الاتجار بالبشر. إذن الذين رخصوا في الأمر، ويمكن للإنسان أن يعمل بهذا الرأي، فالمسألة مختلف فيها وليس فيها دليل واضح، لكن بشرط أن لا يأخذ عوضا وأن يكون انتفاع الطرف الآخر بهذا العضو مظنونا ظنا غالبا، لأنه لا يجوز تقطيع الجسد مهما كان الحال إلا حينما تكون هنالك نسبة عالية جدا من استفادة الطرف الآخر بهذا العضو الذي يؤخذ من الشخص المتوفى الذي أذن به في حياته. لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، لأنه لا يجوز كسره في الحياة فلا يجوز كسره بعد الوفاة. ومن هنا لا نجيز هذا الأخذ إلا في حال على هذا الرأي أن تكون هنالك نسبة عالية من استفادة الطرف الآخر من هذا العضو، والله أعلم. هنا يقول إنه من أراد أو من أوصى بالتبرع ببعض أعضائه ورفض أهله بعد ذلك، أنا لا أعلم التنظيم القانوني في القضية، أما من حيث الأصل إن قلنا إن هذا جائز وأخذنا بالرأي المجيز لهذا فوصيته مقدمة على عدم إذنهم، إذنهم يؤخذ أن لو لم تكن هنالك وصية منه هو، أما مع وصيته فهو أولى بجسده منهم هم ما دام آخذا بالقول المجيز. لكن لا أعلم الآن التنظيم القانوني لهذه القضية، هل هنالك تنظيم قانوني معنى لها أو لا، بمعنى أنهم يشترطون أن يكون هنالك إذن منهم أو لا، أنا لا أعلم عن هذا. لكن من حيث الحكم الفقهي إن كان هو راضيا به وأوصى به آخذا بالقول المجيز فليس لهم أن يمنعوا من هذا التصرف، لأن الحق له هو، وهم إنما يكون الحق لهم إن لم يكن هنالك إذن منه هو، والله أعلم. أما المبالغ، يسأل هنا عن المبالغ التي تعطى الميت بعد وفاته. هذه المبالغ قد تكون رواتب تقاعدية، وقد تكون هذه المبالغ حقوق ما بعد الخدمة، حقوق العامة بعد الخدمة مبلغ كامل مرة واحدة، وقد تكون هذه المبالغ مبالغ عزاء. ثلاثة أنواع من الأموال التي تعطى إياها. أما الرواتب التقاعدية التي يعطى إياها فهذه الرواتب تعامل على حسب ما يقضي به قانون الجهة المانحة، لأن هذه الرواتب لا تعد ميراثا، فهي تأتي من الجهة نفسها، صناديق التقاعد الآن تأتي مقسومة للزوجة كذا من الأموال ولفلان كذا ولفلان كذا، فهنا لا نعدها ميراثا حتى نقسمها على الجميع، وإنما هي تعطى من تصدر باسمهم. أما حقوق ما بعد الخدمة مرة واحدة فهذه الحقوق هو الذي كان يعمل وأعطي إياها فيعطون إياها مرة واحدة، هذه تقسم قسمة ميراث. أما مبالغ العزاء فليست ميراثا، لأن مبالغ العزاء إنما هي أموال تصرف من الجهة التي يعمل بها من غير إلزام، تصرف لأجل أن تنفق في العزاء ومصاريفه، هي من باب المعونة الذي ورد به الحديث. من حيث الأصل أصلها الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. فلذلك تنفق لأجل هذا الأمر والغرض ولا حرج عليه، وليست ميراثا. إن فضل شيء منها فالأمر إليهم، يقسمونه كما يشاءون، إن شاءوا أن يقسمون قسمة ميراث أو أن يتساووا فيه، الأمر راجع إلى توافق الورثة، والله تعالى أعلم. هنا سؤالان، السؤال الأول منهما فيه أنه على ماذا، كيف يقسم الصداق الآجل، هل يرد للمرأة بعد الوفاة أم لا؟ الصداق الآجل إن رأيتم صيغته التي يكتب بها هو دين على الزوج مؤجل إلى أن تبين منه الزوجة بنوع من أنواع
البينونة سواء كانت بالوفاة أم كانت بالطلاق، فهو دين عليه. لنفرض أنه أمهرها 5000 وجعل لها 1000 صداقا آجلا، معناه أن مهرها 6000، فيمكنه أن يعطيها إياها كاملة 6000 لتشمل العاجل والآجل، ويمكنه أن يعطيها 1000 الآجل بعد ذلك، وبذلك يسقط الدين. ويمكن أن يأخذ بالأجل الذي ضربه لها، بمعنى أنه جعل الأجل هو البينونة، والبينونة قد تكون بطلاق أو بوفاة أو بخلع، المهم بمجرد أن تبين هي منهم. فلذلك بمجرد تحقق البينونة بالطلاق أو بالوفاة أو بالخلع وغيره، هي تستحق ذلك المال عاجلا، ويعد ذلك المال دينا على هذا الإنسان، فيؤخذ من أصل المال. بمعنى لو كانت تركة الإنسان 10000 وكان الدين الآجل أو المهر الآجل 1000، فإننا نخرج 1000 منه ليس ميراثا، إنما نخرجه على أنه دين تستحقه الزوجة، لأنه نتيجة العقد وليس نتيجة الوفاة. حل في الوفاة فقط، فتعطى إياه قبل أن تقسم الورثة، قبل أن تقسم التركة، وقبل أن توزع الوصايا، والله أعلم. أما السؤال الثاني فهو عن الحديث الذي ذكرته، والحديث كما قلت من حيث إسناده يظهر أنه حسن على أقل تقدير. يقول: كيف يمكننا أن نقبل، أو أنه قد يبعد في النفس، هذا شخص توفي وهو شهيد، وهذا إنسان توفي في فراشه، فكيف يمكن أن يكون الذي توفي في فراشه أعظم أجرا؟ الآن إذا جئت إلى قضية الأجور في الحياة التي عند الله تعالى، كما قلت لكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. من ينفق درهمين مخلصا أعظم ممن ينفق درهما واحدا، لكن من ينفق درهما واحدا على أنه ماله كله، وهو بهذا الإنفاق لهذا الدرهم يحقق منفعة أكبر، هذا أجره أعظم من ذلك الذي ينفق درهمين والدرهمان لا يمثلان شيئا عنده. الآن هذه المدة الزمنية، هذا العام، هذا الأخ كان يجاهد أيضا لكنه لم يمت شهيدا، فهما في الجهاد مستويان، فضله هذا بالأجور بالأعمال التي يعملها. ذلك الشخص مثلا لنفرض أن عنده 5000 صلاة، هذا الإنسان عنده 6000 صلاة، هذا 1000 من الصلوات ألا يستلزم أجرا زائدا؟ هنالك أيضا إنفاق، هنالك صيام، هنالك غيره من الأفعال. أنا الآن صحيح هي شهادة، شهادة، والشهادة أجرها عظيم، لكن من لم يستطع الشهادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهبوا إلى تبوك كان هنالك أناس يبكون، هم الذين سموا البكائين بعد ذلك، لأنهم لا يجدون المال الذي يخرجون به إلى تبوك. فحينما رجعوا في الطريق الصحابة تعبوا في تلك المعركة، لذلك سميت العسرة فعلا بنص القرآن، لأنه أصابتهم مشقة كبيرة جدا، كانت ابتلاء وامتحانا. فحينما رجع من تبوك قال للناس: إنكم هنا وإنكم خلفتم أناسا في المدينة، ما قطعتم واديا ولا قاتلتم عدوا إلا شاركوكم في الأجر. قالوا: وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال: نعم وهم في المدينة، لأنه حبسهم العذر، النية أكيدة وفيها عزم على أننا سنحصل لكن لا نجد. جاءوك النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقص عليه، هؤلاء لا يجد، ماذا سيفعل؟ لا يجد ما يحملهم عليه، فهؤلاء يبكون بنيتهم، قال: شاركوكم في الأجر، هؤلاء مجاهدون. فأنا أنظر إلى الأمرين معا، هناك نية حسنة متوافرة في هذا وذاك، وهناك أعمال زائدة. الذي يصلي ركعتين هل هو كالذي يصلي 4 ركعات في قيام الليل؟ ليس واحد. فزيادة الأعمال تستلزم زيادة الأجور، هذا إن فرضنا، يعني كما يقول أهل الاقتصاد وأهل الفيزياء، اتحاد أو ثبات العوامل الأخرى، وهي مثلا الإخلاص واحد، وإن فرضنا أن العمل واحد لكن هذا زاد بأعمال أخرى، في هذا الأعمال كلها تستلزم زيادة الأجور، والله أعلم. والأمر يعني بما أنه عسر عليك وعسر على الصحابة، حتى جاء في الرواية أنه كادت تحصل فتنة بين الناس،
بسبب كيف هذا شهيد وأجر الشهيد عظيم، لكن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العام الكامل الذي أمضاه في العبادة هو الذي جعل أجوره تتضاعف، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.